نجحت الجهات الأمنية بمشاركة فرق المهمات والواجبات الخاصة الإطاحة بشاب حاول تهريب 16 من مخالفي نظام الإقامة غالبيتهم من الجنسية اليمنية. هذا وأوقفت الجهات الأمنية مركبة سوداء من نوع سكويا يقودها مواطن خلال المسح الأمني بمحافظة حوطة بني تميم، وبإخضاعها للتفتيش عثر بداخلها على عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل وعددهم 16 شخصا، منهم 3 من الجنسية الإثيوبية و13 من الجنسية اليمنية، منهم امرأتان وطفلان، وتم تسليم المواطن والمضبوطين للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة. 16 في سكويا افتهم الحمد لله. حقيقة الجهود الكبيرة للجهات الأمنية تقوم بواجبات عدة وفي جميع قطاعات الدولة.